تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من أخبار الظهيرة. في ملفات اليوم سنتحدث عن النباتات الطبية وأي دور تلعبه في المجال الاقتصادي في ظل حديث عن إعداد شبكة رقمية ل400 نبات طبي وعطري بولاية كيسمسيت لتثمينها وتحويلها إلى مورد طبي واقتصادي. في ملفنا الثاني، صناعة تحويلية رهان الجزائر من أجل تنويع اقتصادها وتطوير صادراتها سيما نحو البلدان الإفريقية. إلى جانب هذه الملفات حوارات مسجلة ولفريقنا الصحفي إلى جانب محطة رياضية مع زملائنا من القسم الرياضي في آخر فقرة من عمر هذا البرنامج، ابقوا معنا. الجزائر بغطائها النباتي المتنوع ومناخها المتميز جعلها تتوفر على نباتات وأعشاب هامة تتمثل في النباتات الطبية والعطرية التي تمتلك فضائل علاجية، ونظرا لذلك يتم العمل على إعداد شبكة رقمية ل400 نبات طبي وعطري بولاية سمسيت لتثمينها وتحويلها إلى مورد طبي واقتصادي في غضون شهر أكتوبر القادم. ولتجسيد هذا المسعى اقتصادية انطلاق نشاط شبكة بحثية موضوعاتية من اختصاص الوكالة الوطنية في علوم الصحة والحياة ومتعاملين اقتصاديين في مجال الأعشاب الطبية والزيوت الطبيعية مهمتها تطوير الأبحاث المخبرية. وللحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة السيدة ياسمين وهابي، باحثة في مركز البحث في التحاليل الكيميائية والفيزيائية. أهلا بك سيدتي وشكرا على قبول دعوة البرنامج. كما أسعد باستضافة السيد البروفيسور بشير بن عربة مدير الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة، أهلا بكم سيدي. شكرا لكم على الدعوة. سيد بن عربة أبدأ معك. الجزائر كما سبق وأن ذكرت بغطائها النباتية المتنوع تزخر بمجموعة كبيرة من النباتات العطرية والطبية التي لم يتم استغلالها إلى يومنا هذا بالشكل الأمثل إن صح التعبير. شكرا على الاستضافة. الجزائر بلد غني بمساحتها، 10 أطول مساحة في العالم، أكبر في إفريقيا. بالإضافة إلى المساحة التي تسخر بها الجزائر، الجزائر تسخر بتنوع بيئي كبير وبغطاءات نباتية متعددة بتنوع المناطق، ولذلك هناك ما بين 3000 إلى 4000 نوع نباتي مهم جدا، منها أكثر من 600 نوع تعتبر، إلى 1000 نوع تعتبر طبية أو عطرية أو ذات استخدامات طبية. الجزائر اليوم بهذا الموروث الجيني، لأنه في نفس الوقت هذه الأعشاب الطبية والعطرية تمثل موروثا جينيا يجب على الجزائر أن تحافظ عليه في خضم هذا العالم الذي يتطور بشكل كبير، والذي يرى بأن بالإضافة إلى الموارد الأخرى يرى بأن النباتات والأعشاب الطبية هي مورد هام لجزيئات فعالة يمكن أن تتحول إلى أدوية، يمكن أن تتحول إلى مواد تستخدم في صناعة مواد التجميل، في الصناعة الغذائية، في أمور أخرى. إذن هذا التنوع الذي تسخر به الجزائر يؤهلها اليوم أن تصبح واحدة من أهم الدول على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي في تثمين هذه المواد التي لا مناص اليوم من واحد المحافظة عليها واثنان تثمينها على المستوى الصناعي. طيب السيدة وهابي، السيد بن عربة تكلم عن ما بين أظن 3000 إلى 4000 نوع نباتي تسخر به الجزائر في مجال أيضا النباتات العطرية والطبية. نتحدث الآن عن أهم المجالات التي يمكن استخدام فيها هذه النباتات الطبية والعطرية. نعم، بحكم أنه مركزنا هو مركز بحث علمي وتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، عندنا قسم مختص بالصحة يقوم بتتمين وكذلك بتتمين النباتات العطرية والطبية عبر القيام أولا باستخراجها واستخراج المواد الفعالة عبر عدة تقنيات، وكذلك تتمينها فيما بعد في مجال الصحة وعدة مجالات. طيب سيد بن عربة تحدثت منذ قليل عن شبكة رقمية ل400 نبات طبي وعطري بولاية تيسمسيل. نتحدث عن هذه الشبكة التي لابد أن تكون جاهزة في غضون شهر أكتوبر أظن. إن شاء الله. شوفي، التوجيهات السيد رئيس الجمهورية وكذلك توجيهات الحكومة والتوجه الجديد
لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي، ممثله في سيد الوزير، في المديريه العامه للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وفي الوكاله الموضوعات هي البحث في علوم الصحه والحياه. هو التوجه من جهه نحو تثمين مخرجات البحث، نحو تقريب الجامعه من المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين بشكل فعال وحقيقي، وايضا الذهاب في مجال الرقمنه. اذا مدينه سمسيره لديها حاضرة وطنية اللي هي حاضرة ثنية الحد مثلا. إذا مجيء سيد الوزير والإنزال الذي تم الوكالة والمديرية العامة والوزارة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والإداريين على مستوى ثنية الحد كمحطة أولى في زيارة سيد الوزير لم تكن عبثية. اليوم منطقة السمسيرة كغيرها من المناطق الأخرى في الوطن تسخر بغطاء نباتي هام بنباتات طبية وعطرية. يجب اليوم إحصاء هذه النباتات بشكل واقعي، ولكن إحصاءها يجب أن يتم أيضا في مجال الرقمنة، بمعنى أن تكون لدينا قاعدة بيانات محيلة يتم تحيينها بشكل دوري، تعطي لنا المعلومة الحقيقية والتي يمكن أن يستخدمها إما الباحث أو فرقة بحث أو حتى المتعامل الاقتصادي والاجتماعي. لذلك هناك هذا المشروع لإعداد هذه شبكة أو قاعدة البيانات الرقمية لأكثر من 400 نوع نباتي على مستوى منطقة السمسيرة. هناك فريقي بحث تم وضعهما، يعني باشروا العمل تاعهم مباشرة بعد انتهاء زيارة السيد الوزير إلى ولاية سمسيرة. فريق بحثي يعمل على ما يسمى بستيت اوف ذا ارت، معناتها يجمع كل الابحاث التي تمت على مستوى منطقه سمسيله من اجل وضع قائمه حقيقيه للنباتات الطبيه والعطريه واستخداماتها والاجزاء المستخدمه الى غير ذلك. وفريق اخر سيعمل بالتعاون مع محافظه الغابات على مستوى سمسيله، مع حاضره تقنيه الحد ومجموعه من الخبراء ومخابر البحث الجامعيه، سوف تعمل على جرد كامل لكل النباتات الموجودة على مستوى منطقة السبسيرت وتحويل هذه المعطيات كلها إلى شبكة رقمية وطنية. إن شاء الله النتائج الأولية ستظهر كما أمر به سيد الوزير خلال أكتوبر القادم بإذن الله. طيب، والعمل سيكون مستمرا للوصول إلى النتائج النهائية؟ العمل بدأ مباشرة بعد نهاية زيارة سيد الوزير. طيب سيدة وهابي، نتحدث اليوم عن شبكة رقمية ل400 نوع من النباتات العطرية والطبية التي يتم جردها وتصنيفها كما سبق وأن ذكر سيد بن عربة. كيف يمكن الاستفادة اليوم من هذه الشبكة على مستوى مركز البحث للتحاليل الكيميائية والفيزيائية؟ مركزنا بحكم احتوائه على عدة تقنيات في مجال التحاليل الفيزيائية والكيميائية يساهم في ميدان التحاليل لاستخراج المركبات الفعالة في هذه النباتات الطبية والعطرية وتثمينها، والعمل على وضع قاعدة للبيانات لهذه النباتات. هناك نباتات التي عملنا عليها مسبقا والنباتات الجديدة سوف نعمل في ميدان استخراج العناصر الفعالة وكذلك تحليلها، لتكون لدينا قاعدة بيانات على كل نبتة على ما تحتوي والعناصر الفعالة فيها لتثمينها فيما بعد في مجال مثلا صناعة الأدوية. سيد بن عربة، أين تكمن الصعوبة اليوم في جلد كل هذه النباتات وكل هذه الثروة الغابية والبيولوجية التي تتمتع بها الجزائر؟ أين هي الصعوبات؟ شوفي سيدتي الكريمة، التوجه اليوم الحاصل على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو توجه يحاول إحداث ثورة على مستوى المسلمات، بمعنى بأنه يجب أن يكون البحث بحث فعال، يجب أن يكون البحث يستجيب لمتطلبات المتعامل الاقتصادي ولمتطلبات واحتياجات الاقتصاد الوطني بشكل فعال. لذلك هناك ذهاب نحو ستارت اب، المؤسسات الناشئة، نحو الرقمنة إلى غير ذلك. إذا من بين أهم الصعوبات الموجودة التي كانت موجودة في مجال البحث في النباتات الطبية والعطرية هي عدم وجود قاعدة بيانات وطنية رسمية مبنية على أسس علمية وموحدة لمختلف الباحثين. يمكن مثلا أن باحث على مستوى مركز التحاليل الفيزيائية والكيميائية وباحث آخر في منطقة أخرى يعمل على نفس النبتة ويعطوا لكل نبتة اسم آخر، لأن هناك تداخل في الأسماء مثلا. هناك أيضا
مشكل أنه مثلا نبتة اليوم موجودة على مستوى منطقة ألف بفعل التغير المناخي، بفعل تغير الطقس مثلا في منطقة معينة، أو لأسباب أخرى، حرائق، الغابات إلى غير ذلك، لا تعد موجودة في هذه المنطقة ويمكن أن تظهر في منطقة أخرى. إذا كل هذه كانت واحدة من المشاكل. المشكل الثاني اللي نجده على مستوى النباتات الطبية والعطرية هو أنه في وقت ما لم يكن للباحثين الجزائريين ما يسمى بالأرضيات التي تمكنهم من إجراء تحاليل متقدمة. اليوم على مستوى الجامعات، على مستوى مراكز البحث، هناك الكثير، هناك الأرضية التقنية التي تم وضعها مؤخرا من طرف وزارة التعليم والبحث العلمي. إذن اليوم هناك استراتيجية وطنية، هناك رؤية واضحة. اليوم نعلم إلى أين نذهب، نذهب إلى إحصاء هذه النباتات، وضع شبكة رقمية، توحيد الكفاءات والوسائل، وهي اللي ممكن تحدث فيها بعد قليل، على الشبكة الموضوعاتية للبحث في العلوم الطبية في النباتات الطبية والعطرية. إذن هذا هو التوجه اليوم. يبقوا بعض المشاكل الأخرى التي يمكن أن تحل عن طريق الوقت. مثلا من بين أهم يعني الحواجز اللي ممكن أن نصل إليها في مستوى السنتين ثلاثة بعد تطوير الجزيئات الفعالة، هي مشكلة مثلا الكلينيكال ستاديز، يعني التجارب السريرية على البشر، وهي جزء مهم في تطوير أي دواء، في تطوير أي دواء. لذلك اليوم على الأقل تحاول الوصاية أن تضع حلول واقعية وبراغماتية بديدلاينز، بتواريخ محددة، من أجل الوصول إلى إيجاد حلول، من أجل إن شاء الله من جهة على مستوى البحث يتم تثمين ما يحدث، ما يقوم به الباحثون، أننا نقربهم من المتعامل الاقتصادي والاجتماعي، وخصوصا أننا نثمن هذا الثراء الذي تسخر به الجزائر في مجال النباتات الطبية والعطرية. سنواصل الحديث سيدي عن هذا الموضوع، ابقوا معنا. أنتقل فقط إلى غرفة الأخبار، الساعة تشير إلى تمام الثالثة وموعد موجز الأنباء، تفضلوا. شكرا لزملائنا من قسم الأخبار. نعود إلى بلاتو الظهيرة وضيفي الكريمين، السيدة ياسمين وهابي، باحثة في مركز البحث في التحاليل الكيميائية والفيزيائية، والسيد البروفيسور بشير بن عربة، مدير الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة. السيد بن عربة، كنا نتحدث قبل موعد النشر عن أهم الصعوبات التي يمكن أن تواجه عملية جرد مختلف النباتات الطبية والعطرية. كنت قد طرحت هذا السؤال من منطلق أن التنوع النباتي موجود يعني في الجزائر في الطبيعة، يعني لماذا الآن يتم التفكير في عملية رقمنة وإحداث شبكة رقمية لجرد مختلف هذه النباتات؟ ونعلم أن الباحثون والطلبة والأكاديميون بحاجة كبيرة إلى هذه الشبكة. طبعا في وقت ما لدينا طبعا أبحاث تتم على مستوى المخابر، على مستوى الفردي من الباحثين، ولكن كل هذا كان مشتت. من ناحية لم تكن لدينا نظرة واضحة ماذا تريد الجزائر. اليوم هناك إرادة سياسية، هناك نظرة استراتيجية للحكومة، للرئاسة الجمهورية، وبالتالي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إذا هذه النظرة الاستراتيجية اليوم، هذه السياسة، هناك إرادة سياسية، هناك استراتيجية واضحة، هناك أهداف مسطرة. عندما تجتمع النظرة والإرادة السياسية وما هو لدينا اليوم كباحثين في المخابر تاعنا في الجامعات في مركز البحث، بمعنى اليوم حقيقة نحاول أن نوفر فضاء حقيقي، فضاء اللي فيه كل الوسائل التي تمكن توحيد هذه المجهودات، توحيد هذه الأبحاث نحو استراتيجية واضحة. وبالتالي نقول لك كل الدول التي تطورت بدأت بإرادة سياسية في مجال البحث. اليوم الإرادة السياسية موجودة، الإمكانيات بدأ في وضعها بشكل فعال. اليوم والإرادة موجودة، وهناك الباحثين والإرادة موجودة، والإمكانيات البشرية موجودة. اليوم نعمل في وزارة التعليم العالي على توحيد هذه الإمكانيات، على وضعها في إطار معين. ممكن نتحدث عن شبكة الموضوعاتية فيما بعد، هي واحدة من هذا الإطار، الأطر التي توحد الباحثين، مراكز البحث، المتعاملين الاقتصاديين، الجمعيات العلمية في إطار واحد، وهذا الإطار هو الذي يطالب فيما بعد بأن يضع الاستراتيجية الوطنية. سنتحدث عن الشبكة الموضوعاتية التي هي مهمة جدا. أنتقل فقط إلى السيدة وهابي، أي دور يلعبه اليوم البحث العلمي في هذا المجال، في مجال تطوير مختلف النباتات الطبية والعطرية التي تساهم بشكل كبير في عملية التنمية الاقتصادية؟
نعم، دونك يعمل المجال في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. دونك يعمل مركزنا والكرابسي تحت وصاية دائما، دونك تحت وصاية وزارتنا. دونك يعمل على تطوير دونك الأفكار الجديدة، وكذلك على دعم المؤسسات الناشئة في هذه المجالات على لحصول على براءة اختراع جديدة في ميدان في عدة ميادين، منها النباتات العطرية. والفكرة كذلك هي تطبيق الأبحاث، دونك الأبحاث والدراسات التطبيقية في المجال، كذلك في المجال الاقتصادي، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتطبيق البحوث العلمية في والتقرب كذلك من الجانب الاقتصادي والاجتماعي. طيب السيد بن عربة، تحدثت عن شبكة موضوعاتية مهمتها اليوم هو تطوير الأبحاث المخبرية في هذا المجال. طبعا في إطار الاستراتيجية الواضحة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة والمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، هناك توجه نحو إنشاء ما يسمى بالشبكات الموضوعاتية للبحث. الشبكة الموضوعاتية للبحث هي ماذا؟ هي عبارة عن فضاء يجتمع فيه باحثين علميين سواء في الجزائر أو الباحثين الجزائريين الموجودين في الخارج. استسمح كان عم السيد البروفيسور بشير بن عربة مدير الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة، شكرا جزيلا لك. والسيدة ياسمين وهابي باحثة في مركز البحث في التحاليل الكيميائية والفيزيائية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، سننتقل بعد قليل إلى الحدث الهام، هو انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين، وهو المنصب الذي ترشحت له الجزائر، لكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. وكما سبق وأن ذكرت، تنعقد في هذه الأثناء الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين، وهو المنصب الذي ترشحت له الجزائر لعهدة 2024-2025. ترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن يعد امتدادا طبيعيا لأدوارها والتزاماتها بتعزيز التعاون الدولي من أجل بناء نظام عالمي يسده السلم والاستقرار. كما أن الجزائر تسعى من خلال هذا المنصب إلى تعزيز التسوية السلمية للأزمات وتوطيد الشراكات ودعم دور المنظمات الإقليمية. كما تهدف الجزائر إلى تعزيز مكانة المرأة والشباب في مسارات السلم وإضفاء زخم أكبر على الحرب الدولية ضد الإرهاب. للحديث عن هذا الموضوع ومرافقة هذا الحدث بالتحليل، أسعد باستضافة السيد مصطفى برزامة محلل سياسي. أهلا بك دكتورة. أهلا بك، تحية طيبة لكم متابعي قناة الإخبارية الجزائرية. دكتور، ترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن في منصب غير دائم يعد كما سبق وأن ذكر وزير الخارجية امتدادا طبيعيا لدورها والتزاماتها لتعزيز التعاون الدولي من خلال الدبلوماسية مبنية على الحكامة، مبنية على السلمية في التعاطي مع مختلف الأزمات. أكيد عندما نتكلم عن هذا الترشح هو استسمحك هذه نعم. الصور تأتينا مباشرة من نيويورك من اجتماع مقر الأمم المتحدة، اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. تشع الجمعية العامة الآن في النظر في البنود الأخرى المعلن عنها في يومية الأمم المتحدة
ريثما يجري فرز الأصوات. بهذا تكون الجمعية العامة قد اختتمت هذه المرحلة من نظرها في البند الفرعي ألف من البند 116 من جدول الأعمال. أذكر الأعضاء أن الجلسة العامة 72 المستأنفة ستعقد مباشرة بعد تعليق هذه الجلسة، وذلك للاستماع لما تبقى من المتحدثين بشأن الجزء الرفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لإطار سنداي. رفعت أو علق الاجتماع. إذن كما سبق وأن ذكرت السيد برزامة، كنا نشاهد اليوم هذه الصور المباشرة لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء الغير دائمين هو المنصب التي ترشحت إليه الجزائر. كما سبق وأن ذكرت أن هذا المنصب يعد امتدادا طبيعيا لالتزامات الجزائر بنظر لمختلف الأزمات التي تدخلت فيها، والتي تنادي دائما بمبدأ السلمية في التعاطي مع مختلف الأزمات. أكيد ما نلاحظه اليوم هو شيء طبيعي جدا. لماذا؟ لأن المجتمع الدولي الآن يبحث عن دولة، وعن إن صح القول عن دولة يمكن لها أن ترافع من أجل السلم، وترافع من أجل نصرة القضايا العادلة في العالم. هناك قضايا كثيرة جدا عالقة على مستوى الأمم المتحدة، هناك عدم وجود تمثيل حقيقي لإفريقيا والدول العربية على مستوى الأمم المتحدة، وكذلك المجتمع الدولي الآن يبحث عن مقاربة جديدة. وهذه المقاربة كانت الجزائر دائما منذ استقلالنا إلى يومنا هذا تذهب إلى مقاربة الحل السلمي للأزمات، تذهب إلى إن صح القول تذهب إلى مقاربة حقيقية على أرض الواقع. تنبع من ماذا؟ تنبع من مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، ولكن يمكن لنا أن نكون وسطاء لحل هذه الأزمات. الأمم المتحدة اليوم هو بالنسبة لنا هو يوم تاريخي بالنسبة للجزائر. أظن أنه هذا الترشح هو ترشح رمزي كبير، عنده رمزية كبيرة جدا. الآن الدول الإفريقية والدول العربية محتاجة إلى لسان يرافع عنها من خلال ترشح الجزائر والسنغال، يعني بمعية الجزائر لمنصب عدم كرسي غير دائم في الأمم المتحدة، لكي على الأقل نقوم أو نرافع من أجل إصلاح الأمم المتحدة، لأنه هذا الإصلاح يجب أن ينبع من الدول العالم الثالث، وكذلك الدول التي لها وزن حقيقي. اليوم الاتحاد الأوروبي يحج إلى الجزائر من أجل حل الأزمة الروسية الأوكرانية. كذلك اليوم لو تلاحظي حتى لجنة من الولايات المتحدة الأمريكية، لجنة ممثلة في وزارة الدفاع ووزارة المالية ووزارة الخارجية، اليوم تزور الجزائر من أجل حل ما يسمى الإرهاب في إفريقيا والإرهاب في العالم، لأن الجزائر لديها مقاربة، ودائما هذه المقاربة تذهب إلى عدم التفاوض مع الإرهابيين، وكذلك دائما تجنح إلى الحل السلمي والحل بحكامة وبرؤية استراتيجية. وأظن أن الجزائر هي البلد الوحيد المؤهل لهذا المقعد، ويجب الآن هي مسؤولية كبيرة على الجزائر، ولكن أظن أن الجزائر لها دبلوماسية كانت تشتغل دائما. دبلوماسية تشتغل على منذ سنين تشتغل على إرجاع الجزائر إلى مكانتها الطبيعية، مكانتها الطبيعية داخل الأمم المتحدة، ومكانتها الطبيعية داخل إفريقيا، ومكانتها الطبيعية داخل العالم العربي. طرحت عدة نقاط مهمة السيد برزامة. أرحب فقط بالدكتور إدريس عطية محلل سياسي لينضم إلينا إلى هذا النقاش. سيد عطية، سؤال بسيط مباشر ومنطقي، لماذا الجزائر اليوم تسعى إلى ترشح إلى منصب أو مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي؟ أعتقد من حق الجزائر أن تساهم في صناعة القرار الدولي، وهذا يعود إلى مكانتها الجيوستراتيجية التي تتمتع بها، إلى رصيدها السياسي والدبلوماسي، إلى مقاربتها السليمة والموضوعية في إطار بناء السلم والأمن على المستوى الإفريقي، لأن الجزائر هي مرشح القارة الإفريقية وتبحث على مقعد من مقاعد القارة الإفريقية، وهذا ربما ما يملي عليها التزامات كبرى على العديد من المستويات، سواء المستوى الإفريقي من خلال الاهتمام المباشر والاهتمام العاجل بالقضايا الإفريقية وعلى رأسها إدارة الأزمات وإيجاد
إيجاد الحلول السريعة للكثير من النزاعات في القارة الإفريقية، على أساس أن أغلب القضايا التي تم معالجتها داخل مجلس الأمن هي تتعلق بالقارة الإفريقية. أيضا الجزائر لها التزامات أخرى فوق قارية تتعلق بالمجال الجهوي، سواء في العالم الإسلامي أو في النظام الإقليمي العربي أو في غيرها من المناطق، إلى جانب أيضا التزاماتها العالمية، لأن الجزائر لها صوت واضح ودقيق، سواء من جهة أنها تتحدث باسم دول الجنوب ولها سابقات في التاريخ في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات عندما كانت مركز عالم الجنوب، واليوم الجزائر أيضا في إطار توجهاتها الجديدة وفي إطار توصيف الدور الدبلوماسي أو ربما بين قوسين الدبلوماسية الأمنية للجزائر، تسمح لها بربما أن تدخل كمترشح للمرة الرابعة، لأن الجزائر أيضا في تاريخها السياسي والدبلوماسي نجحت لثلاث مرات، وهي ثلاث مرات الوحيدة التي ترشحت فيها، سواء سنة 1968 في بواكير استقلال الجزائر وبواكير احتضان الجزائر لأمهات القضايا آنذاك، خاصة تلك المتعلقة بتقرير المصير وتصفية الاستعمار، أيضا في الثمانينيات والتسعينيات أو في سنة بالضبط سنة 1988 عندما كانت هناك أبرز التحولات ما يسمى بالثورة البرتقالية وغيرها من الثورات التي ظهرت في العالم في إطار التوجه نحو الديمقراطية، كانت الجزائر صوت قوي يضح داخل مجلس الأمن. أعتقد أيضا في بداية الألفية الجديدة سنة 2004 أو 2005 كانت الجزائر متواجدة في مجلس الأمن، لكن اليوم هي تعود برصيد جديد وبنظرة جديدة وأيضا بمنطلقات جديدة مهمة للغاية، سواء تلك التي ترتبط بالجزائر الجديدة. وأعتقد أن السيد رئيس الجمهورية ساهم كثيرا في إطلاق هذا المسار، حول الجزائر الجديدة من مجرد شعار إلى مشروع له إطاره الاقتصادي، لديه إطار دبلوماسي، ولديه أيضا أطر اجتماعية ثقافية، وهي اليوم أيضا في إطار دائما استكمال حلقات الدبلوماسية الفاعلة للجزائر، وهذا ما وصفه السيد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس عندما وصف الدبلوماسية الجزائرية بالدبلوماسية متعددة الأطراف، ووصفها بأنها دبلوماسية عالمية. إذن اليوم الجزائر أعتقد أن ما تمليه عليها على الأقل التزاماتها ومسؤوليتها الأمنية إزاء القضايا الإفريقية بأن تكون صانع من صناع القرار على مستوى أعلى هيئة وأهم هيئة تنفيذية في هيئة الأمم المتحدة، ألا وهي مجلس الأمن الدولي. دكتور برزامة، سيد عطية ذكر أن الجزائر ترشحت إلى هذا المنصب ثلاث مرات وتحصلت على هذا المنصب ثلاث مرات، اليوم هي رابع مرة وتتقدم بملف ثقيل يحمل العديد من مبادئ الجزائر، قرارات الجزائر، قناعات الجزائر حيال مختلف الملفات الدولية. أكيد، شفت الدبلوماسية الجزائرية أنا أسميها الدبلوماسية الواقعية، ليست فقط كلام هكذا وانتهى، بل تنطلق من واقع يمكن أن الدبلوماسية الجزائرية تشرح جيدا الواقع العالمي والواقع الإفريقي الإقليمي والعربي والإسلامي كما ذكر الأستاذ. أظن أن الواقعية الجزائرية هي التي صنعت ذلك التميز، وصنعت أن الدول، أغلبية الدول الإفريقية وأغلبية الدول العربية والإسلامية تضع ثقة كبيرة جدا في الجزائر، لأنها هذه الدول ترى في الجزائر على أنها ذلك البلد الذي يستطيع أن يرافع من أجل حل الأزمات. اليوم في العالم العربي مثلا فقط عندنا أزمة العراق، أزمة اليمنية، الأزمة حتى الليبية، اليوم لولا تدخل الجزائر لما تقدمت المفاوضات، وكذلك إن صح القول الحل سوف يكون في 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 أقرب الأوقات للأزمة الليبية. نتكلم اليوم الجزائر كذلك عندما تدخلت في الساحل بعد ربما فترة فتور، وعند اعتلاء رئيس الجمهورية رئاسة البلد أعطى تعليمات وأعطى دفعة قوية جدا للدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الإعلامية والدبلوماسية الأمنية. اليوم الجزائر يجب أن تأخذ مكانها الطبيعي، مرة رابعة بإذن الله سوف تكون الجزائر عضو غير دائم في الأمم المتحدة، وهي دائما تحاول الجزائر أن تضع مثل ما كان في نوفمبر 2022، كان اجتماع جامعة الدول العربية، وتريد الجزائر إصلاح هذه الهيئات سواء كانت الهيئات العربية أو الهيئات الإفريقية، ولما لا تكون إصلاح على مستوى الأمم المتحدة، هي مقاربة وهي استراتيجية حقيقية. لماذا؟ لأنه الدول التي دائما
تريد أن تستنجد بالجزائر من أجل حل أزماتها. نتكلم اليوم عن الأزمة الفلسطينية، القضية الفلسطينية اللي هي القضية الأم بالنسبة للشعب الجزائري، يجب أن يكون لها من يرافع عنها في الأمم المتحدة، ويجب أن يكون هناك حل واقعي وحقيقي وليس كلام هكذا وانتهى. نتكلم اليوم كذلك على بعض الأزمات اللي هي الصحراء الغربية اليوم، يجب كذلك أن يكون لسان يصدح داخل الأمم المتحدة لكي تسوى هذه القضية بما بالقوانين الأممية إلى غير ذلك. أظن أن الجزائر اليوم تخطو خطوة مهمة جدا، لأنه الدبلوماسية، رجوع الدبلوماسية الجزائرية إلى المحافل الدولية، مكنتها من كسب ثقة عدة دول في العالم، الدول الإفريقية خاصة، لأن اليوم الجزائر تتوجه بتوجه اقتصادي استثماري حقيقي لإفريقيا، تريد أن تساعد إفريقيا ولكن ليس فقط بالمال، ولكن تريد أن تضع مشروع استثماري حقيقي، لأنه خيرات إفريقيا نهبت من طرف الدول الغربية. اليوم الجزائر تقول انتهى هذه الاستراتيجية، يجب على الدول الإفريقية أن تضع اليد في اليد من أجل النهوض بإفريقيا، ومن أجل كذلك الاستثمار في إفريقيا، ومن أجل كذلك الشباب الإفريقي يجب أن يكون هو من يقود القاطرة، قاطرة التنمية داخل إفريقيا، ولما لا تكون قاطرة نحو العالم، لأنه أنتم تدركون أنه إفريقيا هي منجم حقيقي للموارد البشرية ومنجم حقيقي للخيرات، ويجب أن يكون هناك من يقود هذا النهضة وهذا التنمية داخل إفريقيا. الجزائر مع نيجيريا ومع جنوب إفريقيا، والإمامة مع مصر ومع بعض الدول التي تريد حقيقة لإفريقيا أن تتطور، وتريد كذلك أن تكون هناك صوت يصدح داخل الأمم المتحدة من أجل الشعوب المظلومة والشعوب التي تريد مساعدة من طرف الدول في العالم. أنتقل إلى الدكتور عطية. دكتور عطية، الجزائر اليوم ترفع شعار معا لإعلان مبادئ وميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع، يعني شعار يحمل العديد من الدلالات والمعاني التي لابد أن نركز عليها اليوم. نعم، شعار إيجابي، لأنه أول شيء يتمسك بقواعد القانون الدولي وعلى رأسها ميثاق هيئة الأمم المتحدة ومنطوق مواد هذا الميثاق، وكامل الإعلانات الصادرة على هيئة الأمم المتحدة وعلى رأسها الإعلان المتعلق بأهداف التنمية المستدامة 2030، الذي هو خطة عمل فاعلة ومهمة على مستوى العالم وتهم كل الدول الإفريقية. من جهة أخرى أيضا أن الشعار يرتبط بالمستقبل والمستقبل الأفضل للجميع، وبالتالي الجزائر هي كأنها تؤكد على مقصد من مقاصد هيئة الأمم المتحدة، وهي النظرة الاستشرافية المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي، بالاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، بالاهتمام بالتنمية المستدامة. والجزائر في هذا الإطار تضع مقاربة جديدة تقوم على مفهوم الجندر، الذي يحتوي عنصر الشباب وعنصر النساء داخل القارة الإفريقية، وجعلهم هم الأداة والسبيل الأساسي للقضاء على الأزمات والنزاعات داخل إفريقيا، بل الذهاب إلى ما هو من ذلك من خلال مكافحة الفقر، تحقيق أجندة التنمية المستدامة، بعيد دائما على صوت البنادق، وبعيد دائما على النزاعات والخروقات. وبالتالي أن التصور الدبلوماسي للجزائر تجاه القارة الإفريقية هو واضح، وهذا ما جعلها تقدم خريطة عمل حقيقية ودقيقة داخل مجلس الأمن، ومن خلال دائما إقناع الشركاء الدوليين، لأن أعضاء هيئة الأمم المتحدة 193 دولة، كانت للجزائر سابقة كبيرة عندما تم انتخابها كعضو في مجلس حقوق الإنسان بأغلبية 178 صوت، وهو رقم كبير للغاية مقارنة بالعدد الإجمالي لهذه الدول. اليوم الجزائر هي أمام امتحان، وكما أشار دائما تاريخيين أن الدبلوماسية الجزائرية ناجحة وتنجح لأنها دائما تحسب حسابات دقيقة وحسابات وازنة وموزونة، وهذا ما يسمح دائما للرصيد الجزائري بأن يكون ثري ويكون ثمين. وبالتالي الجزائر في إطار عملها الدبلوماسي داخل هيئة الأمم المتحدة وداخل كامل هيكل الأمم المتحدة، إلى جانب الكثير من المنظمات الإقليمية والدولية، سوف تتبنى تصور الفاعلية الدبلوماسية من أجل تحقيق الكثير من الأهداف، وبالتالي تجاوز مراحل ربما للأسف سابقة أثرت على الأداء الدبلوماسي على مستوى الخارج، لكنها هي الجزائر اليوم تستعيد الكثير من الملفات، سواء تلك المتعلقة بفاعلية دورها داخل هذه الهيئات الدولية، أو حتى على مستوى المجالات أو القضايا الإقليمية.
واعتقد انه السيد رئيس الجمهوريه على الاقل في ازمه السودان الاخيره قام بارسال ثلاث رسائل، سواء باسمه كرئيس لجامعه الدول العربيه، للاتحاد الافريقي، جامعه الدول العربيه، وايضا لهيئه الامم المتحده، وايضا الجزائر لها رصيد تشتغل في اطاره. الاستاذ برزامة تحدث على فعاليه الجزائر في احتضانها للقمه العربيه في نوفمبر الماضي، لكن ايضا احتضنت الجزائر لقاءات خاصه بدول حركه عدم الانحياز، ايضا الجزائر احتضنت مجلس رؤساء او رؤساء مجالس منظمه التعاون الاسلامي، واليوم الجزائر تحظى بهذا التوافق الثلاثي، واعتقد انه سابق وسباق في تاريخ التعاون الدولي. فالتوافق العربي الذي انجر اخيرا على قمه جده بالسعوديه، ايضا التوافق الافريقي والتوافق الاسلامي ليؤكد دائما على سلامه التصور الجزائري وعلى سلامه هذه المقاربه، وبالتالي العالم اليوم كل العالم ينظر للجزائر كقطب عقلاني في شمال افريقيا وفي القاره الافريقيه. اليوم كثير من الدول الافريقيه ترى في الجزائر القاطره التي تستطيع ان تحرك مشاريع التنميه ومشاريع التعاون، من جهه اخرى هي ينظر لها كقائد سياسي وقائد امني للمنطقة، وبالتالي أعتقد أن ملف الجزائر هو قوي ومهم للغاية، خاصة عندما نتحدث دائما على طموح الجزائر وغاية الجزائر من أجل الوصول إلى مجلس أمن، وهي دعوتها دائما إلى إنشاء تكتل إفريقي والحفاظ على الكتلة الإفريقية. إلى جانب أعتقد أن الجزائر صوتها كان دقيق وواضح، فاليوم الكتلة الإفريقية تتحدث كلها على لسان الجزائر عندما طالبت الجزائر بتجاوز الظلم التاريخي المطبق على القارة الإفريقية من خلال حرمان هذه القارة من مقاعد دائمة في مجلس أمن، وبالتالي هو تأكيد على هذا التصور. أعتقد مستوى آخر كانت الجزائر سباقة، سواء في السبعينيات عندما طالبت بدمقرطة العلاقات الاقتصادية الدولية، وطالبت وقت مبكر جدا بإصلاح هيئة الأمم المتحدة. اليوم أيضا الدول الإفريقية هي تتمسك بالطرح الجزائري وتطالب بصوت جماعي بضرورة التعجيل بإصلاح هيئة الأمم المتحدة، وهذا الأمر ما يسمح لقارة إفريقيا بأن تتعامل مع كل المجالات الجيوستراتيجية على مستوى العالم، مع الصين، مع الهند، مع اليابان، مع البرازيل، مع إندونيسيا، كلها دول فاعلة، كلها تطالب بإصلاح هيئة الأمم المتحدة، وهذا ما يعزز دائما التصور الجزائري ويعزز أيضا مكانة الجزائر داخل القارة الإفريقية. السيد برزامة، اليوم القارة الإفريقية كما ذكر دكتورة عطية تنظر بكثير من الأمل والتفاؤل لعضوية الجزائر داخل مجلس الأمن. أكيد، شوف الأمر هو مربوط بمواقف، مواقف الجزائر دائما مواقف، إن صح القول بين قوسين، مواقف رجولية شجاعة، تدل على أنه شجاعة ومواقف واقعية، مواقف تنطلق من دراسة واقع، ليست هكذا وانتهى، ليست كلام هكذا وانتهى، بل الجزائر دائما عندما تتدخل تتدخل بعقلانية وتتدخل بمنطق ديبلوماسي واضح جدا، ما فيش ضبابية. لماذا؟ لأنه الجزائر منذ استقلالها، لأنه نحن الجزائر عانينا من الاستعمار وحده، يعني هذا شيء رقم واحد. الشيء الثاني وهو أنه انتمائنا إلى دول عدم الانحياز، أي الجزائر منفتحة على جميع الدول، الدول الغربية، دول يعني آسيا، دول أوروبا الشرقية إلى غير ذلك. نحن دائما نريد ذلك التوافق ونريد ذلك التنوع الثقافي الذي يشكل العالم بشكل عام. نتكلم اليوم عن الجزائر عندما توجهت إلى أفريقيا وأنشأت بعض الخطوط البحرية نحو موريتانيا ونحو السنغال، وأنشأت كذلك تريد إنشاء سكك حديدية وتريد إنشاء كذلك طرق معبدة لإفريقيا، إنما هذا طريق، لو طلعت فقط الطريق الذي يمر ويشق الجزائر نصفين هو طريق الوحدة الإفريقية، حتى كلمة الطريق أو وحدة الإفريقية سميت على طريق رقم واحد، طريق وطني رقم واحد هو طريق الوحدة الإفريقية. دائما الجزائر تريد لإفريقيا أن تتوحد في تحت بوتقة واحدة، رغم اختلاف الإيديولوجيات ورغم اختلاف نظام الحكم للدول الإفريقية، ولكن مصيرنا واحد ومستقبلنا واحد. هذا ما تريد الجزائر أن توصله إلى إفريقيا وتوصله إلى العالم عن طريق ماذا؟ عن طريق ترشحها إلى هذا المقعد غير الدائم، وسوف ترافع الجزائر، سيكون هذا المقعد إن شاء الله من نصيب الجزائر، وسوف ترافع الجزائر من أجل افتكاك مقاعد دائمة داخل الأمم المتحدة لإفريقيا وللعالم الإسلامي والعالم العربي، لكي يصبح هذا الطرح يصبح واقعي. لماذا؟ لأنه أنتم تدركون أنه في الأمم المتحدة هناك كولسة وهناك تقريبا تكتلات داخل الأمم المتحدة. نتكلم على شيء مهم جدا، وهو أنه الآن هناك نظام دولي جديد يتشكل منذ الأزمة الروسية الأوكرانية. الجزائر تريد أن تستمر
تستغل هذا الموقف وتريد أن تكون لها محل من الإعراب، لا نكون أن لا يجب أن نكون ممنوعين من الصرف، بل يجب أن نكون فاعلين في هذا العالم من خلال انفتاحنا الدبلوماسي نحو كل المشارب ونحو كل الدول العظمى، سواء كانت الدول العظمى أو دول متطورة مثل اليوم كما تكلم الأستاذ حول شرق آسيا، إندونيسيا، اليوم تكلم على الصين، تكلم على الهند، تكلم على منظمة البريكس. انتماء للبريكس لا يعني ذلك أننا منعزلين عن العالم الآخر، بالعكس نحن ننتمي إلى عدة منظمات تكون الجزائر ترافع فيها من أجل التنمية المستدامة كما ذكرت، ومن أجل كذلك لأنه الفقر الآن ينهش بعض الدول الإفريقية وبعض الدول الآسيوية، والجزائر دائما ترافع لأنه الجزائر هي محج لمن محج للأحرار ومحج لمن يريد الحرية ومن يريد أن يطور بلده من خلال ماذا؟ من خلال الاستثمار الحقيقي وليس استغلال إفريقيا كما ذكرت سابقا. استغلت إفريقيا وكان بعض الدول تأخذ المليارات من إفريقيا ولا يستفيد منهم الشعب الإفريقي والأمة الإفريقية. نتكلم اليوم عن مقاربة حقيقية يكون فيها يعني إبرام الصفقات بعقلية رابح رابح، بعقلية أنك تأتي لتستثمر ولكن يجب أن نكون أنت تربح وأنا نربح، ونريد تطوير إفريقيا، نريد لإفريقيا أن تكون ذلك تلك القارة التي تتناقح فيها الأفكار وتتناقح فيها الشعوب، نريد أن نساعد الشعوب والشعوب يعني هناك اقتصاد، كل بلد وله نوع من الاقتصاد، نريد هذا التبادل، نريد كذلك إن صح القول حرية لهذه الشعوب، لأن هناك إن صح القول هذه الدول الغربية بعض الدول الغربية كانت تطبق على صدر الأفارقة، تستغلهم وربما تأتي وتضع من لو تلاحظ فقط حتى الانقلابات في إفريقيا في العشرين سنة أو خمسين سنة الأخيرة كانت انقلابات كبيرة، لو تلاحظ الآن لا توجد انقلابات في إفريقيا. لماذا؟ لأنه فهم الشعب أو الدول الإفريقية فهمت الدرس على أنه هذه الأزمات هي التي يعني تفقرهم ولا تجعل التنمية لإفريقيا بشكل كبير جدا. هذه الدول الغربية تأتي إلى إفريقيا من أجل أن تضع تلك الأزمات لكي تعتاش مؤسساتها أو شركاتها المتعددة الجنسيات. كذلك نتكلم اليوم الجزائر فهمت الدرس بعد يعني عشرية سوداء مرينا بها، تجربة كبيرة جدا. نتكلم اليوم كذلك عن محاربة الإرهاب، محاربة الجريمة المنظمة التي يعني بقدرة قادر تنتمي إلى إفريقيا فقط. الجزائر ترافع من أجل محاربة الإرهاب، محاربة الجريمة المنظمة داخل إفريقيا، لأنه هذا الظاهر ظاهرة التطرف وظاهرة الجريمة المنظمة هي التي تفرق ما بين الشعوب، وهي التي تجعل من أو هي التي تخلق الدكتاتوريات داخل الدول الإفريقية. أظن أن الجزائر سنعود الحديث عن أكيد. هذا الموضوع، موضوع الإرهاب الذي هو موضوع جد مهم، والجزائر لها تجربة كبيرة أكيد. في هذا المجال وأصبحت أنموذجا يقتدى به في هذا المجال. ذكرت نقطة مهمة جدا وهي نقطة الكولسة. دكتور عطية، الكولسة السياسية للأسف غالبا ما تغير بعض المعطيات وتغير بعض المواقف. الجزائر لجأت إلى حركية استباقية دبلوماسية من أجل حشد الدعم للملف الذي تقدمت به على مستوى الجمعية العامة لمجلس الأمن الدولي. نتحدث عن هذه الكولسة التي تسمى هذا الحشد الدعم الذي لجأت إليه الجزائر. أعتقد أن الجزائر عندما تريد يكون لها سواء في الإطار الدبلوماسي أو في غيرها من الأشياء، وهذا راجع دائما إلى المصداقية العالية التي تمتع بها الجزائر، لا كون الجزائر لا تتاجر في الملفات الدولية ولا تتاجر في مآسي الآخرين، وهذا ما يجعل دائما صوتها مقبول ومسموع، إلى جانب أن العالم يعرف أن الجزائر هي دولة مبادئ. مع ذلك أنه بفضل برنامج السيد رئيس الجمهورية أن عقلية الدبلوماسي الذي يتلكأ في إدارة الكثير من الملفات أو لا يهتم بأموره أو بنشاطه الدبلوماسي أصبح أمر غير مقبول، بل أنه اليوم على الدبلوماسي منذ تنصيبه في يوم الأول أن يحمل حقيبته ويسعى إلى تحقيق أهداف الجزائر سواء في إطارها البراغماتي أو في أطر أخرى. لذلك أنه اليوم الجزائر تجند كل دبلوماسيتها في نيويورك، في مقر الولايات المتحدة، وفي كامل سفارات الجزائر على مستوى العالم، وفي كامل قنوات التواصل التي تسمح الجزائر بأن تتواصل مع العالم، وهذا من أجل دائما تحقيق هذه الأهداف، لأن الجزائر كما أشرت هي تقدمت برنامج كامل ومتكامل يتعلق دائما بتعزيز دور الكتلة الإفريقية والسعي لتوحيد القارة الإفريقية، إلى إضاءة أو تعزيز دور الشباب والنساء في بناء السلم والأمن على المستوى الإفريقي،
أيضا تعزيز التصورات الدولية من أجل مكافحة جماعية للإرهاب، أيضا المطالبة بنظام عالمي تشاركي متعدد وشامل ومتكامل، كلها واضحة ودقيقة. لكن بطبيعة الحال أن الاتصال الدبلوماسي مهم للغاية أثناء هذه الأيام. بطبيعة الحال هناك دول قد تغير موقفها في آخر لحظة، نعم، وهذا يحتاج رجال ونساء يقفون من أجل دائما المرافعة الدائمة ومن أجل قوة الطرح والإقناع، إلى جانب مفاوض ذكي وحاذق يستطيع دائما أن يضمن أصوات. نعم هناك أصوات مضمونة، الكثير من الدول هي صديقة للجزائر وتعرف قيمة مكان الجزائر، لكن بطبيعة الحال أن في إطار منافسة، والمنافسة بطبيعة الحال هي تخضع للمساومة، تخضع لعروض، تخضع للتنازلات، وهذا ما يدفع دائما الدبلوماسيين الجزائريين أن يكونوا يقظين، يكونوا حذرين، إلى جانب التميز بالنشاط الدائم. فبالتالي المجال غير مسموح بأن نتراجع قليل أو نغفل لحظة، لأن الهدف اليوم هو هدف كبير جدا، وكما أشرت أن الجزائر تاريخيا عودتنا على أنها تنجح في كل الملفات التي تدخلها، وبالتالي هذا شيء مشرف. لكن بطبيعة الحال ينبغي دائما مواصلة الجهود على أساس أن اليوم التحولات الدولية أصبحت كبيرة ومتسارعة، أن الأطراف المتنافسة بطبيعة الحال يشتغلون بكل الأساليب. نعم الجزائر لديها أرضية حتى في علاقتها بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، هي علاقة جد إيجابية. السيد رئيس الجمهورية في أحد الحوارات الصحفية قال أن الجزائر ليست عدو لأمريكا كما يريد أن يصورها الآخر ويشيطن الجزائر ويحولها للأسف إلى مجال مغلق. الجزائر أيضا في علاقتها ببريطانيا، في علاقتها بفرنسا، في علاقتها بطبيعة الحال بروسيا والصين، كلها علاقات ممتازة. لكن بطبيعة الحال أن الجمعية العامة المتحدة هي برلمان العالم، ومسموح لكل دولة بأن تصوت، ولكل دولة صوت واحد مهما زاد قوتها ومهما على شأنها، وبالتالي هي نوع من أنواع الديمقراطية التشاركية داخل الجمعية العامة. ومع الجزائر إلا أن تحصد أغلبية هذه الأصوات لتكون بطبيعة الحال أو لتأخذ بذلك مقعد إفريقي، لأنه بطبيعة الحال إفريقيا لديه ثلاث مقاعد أساسية، وهذه هي معايير موجودة في ميثاقيات المتحدة، التوزيع الجغرافي الذي يوزع 10 مقاعد على مستوى العالم ويمنح إفريقيا ثلاث مقاعد. وأعتقد المعيار الثاني هو المهم، هو مدى مساهمة الدولة المترشحة في بناء السلم والأمن. فالجزائر في هذا الإطار لديها رصيد معتبر في سبيل دائما هندسة السلم والأمن الدوليين في كامل المجالات الجيوستراتيجية التي تنتمي إليها الجزائر. دكتور عطية، سأعود إليك للحديث عن كيفية انتخاب أعضاء الغير دائمين في مجلس الأمن. أعود إلى السيد أو الدكتور بورزانا، في حال الحصول على الجزائر على العضوية في مجلس الأمن، ما هي الأولويات التي لابد أن تأخذها بعين الاعتبار داخل أروقة مجلس الأمن؟ أكيد أنه الجزائر عندما سوف إن شاء الله تعتلي هذا أو تتحصل على هذا المنصب غير الدائم، أول حاجة هي ممثلة لإفريقيا، ويجب أن ترافع من أجل الدول الإفريقية، ومن أجل السلم والأمان، من أجل محاربة الفقر، من أجل محاربة الجريمة المنظمة، محاربة الإرهاب، من أجل كذلك تنمية مستدامة داخل إفريقيا، حقوق الشعب أو حقوق الدول الإفريقية من الاستثمارات إلى غير ذلك. يجب أن تكون هناك رؤية موحدة، لهذا على الاتحاد الإفريقي أن كذلك أن يجتمع وأن يكون على قلبي يصح القول رجل واحد. من أجل ماذا؟ من أجل الدفع بعجلة التنمية. نتكلم اليوم كذلك عن مرافعة الجزائر كذلك للعالم الإسلامي والعالم العربي الذي هو جزء من الجزائر، هي جزء يعني أساسي في هذا العالم العربي والعالم الإسلامي. نتكلم اليوم كذلك عن الدول التي تضع الثقة، سواء كانت في أمريكا الجنوبية أو في شرق آسيا، تضع ثقة كبيرة جدا في الجزائر، والدليل على ذلك لو تلاحظي الإنزال الدبلوماسي مدة يعني في هذه السنوات الأخيرة منذ اعتلاء رئيس الجمهورية رئاسة الجزائر، هناك إنزال دبلوماسي كثيف جدا من طرف تركيا ومن طرف السعودية، من طرف مصر، من طرف يعني عدة دول، سواء كانت من آسيا أو من إفريقيا أو حتى اليوم الاتحاد الأوروبي لو تلاحظي يستنجد بالجزائر في التدخل من أجل الوساطة في حل الأزمة الروسية الأوكرانية، وهذا دلالة أخرى على أن الجزائر لها مكانتها ودبلوماسيتها هي دبلوماسية واقعية. أنا أسميها الدبلوماسية الواقعية التي تعتمد على الواقع وتعتمد على حلول واقعية، وليست هكذا وانتهى، يعني تجري تلك المفاوضات هكذا وانتهى. اليوم الجزائر إذا
إذا اعتلت هذا المنصب تكون مسؤولية كبيرة جدا. لماذا؟ لأنه الظرف خاص، هو ظرف. أنا قلت هناك بوادر لنظام دولي جديد، هناك كذلك صعود بعض الدول إلى مقارعة الكبار مثل الصين، مثل اليوم نتكلم على الصين، الهند، نتكلم على كذلك بعض الدول في جنوب في أمريكا الجنوبية مثل البرازيل، مثل الأرجنتين، نتكلم كذلك على إفريقيا وجنوب إفريقيا، هذه الدولة المحورية، نتكلم على نيجيريا. أظن أن الجزائر اليوم يجب أن المسؤولية تكون كبيرة على عاتقها، على الدبلوماسية الجزائرية، ويجب كذلك أن تكون تواجدها في أروقة الأمم المتحدة تواجدا واقعيا وتواجدا حقيقيا، لأنها تقدم مشروعا واقعيا، ويجب أن هذا المشروع أن يستمر من خلال ماذا؟ من خلال إن صح القول تدعيمه بدبلوماسيين لهم علاقات مع دبلوماسيين في الأمم المتحدة، لهم علاقات مع الدول، لأنه اليوم لو تلاحظي هي العلاقات التي ينشئها ذلك الدبلوماسي أو ذلك السفير أو ذلك القنصل في بلد ما، يجب أن ينشئ علاقات اجتماعية ما مع الأحزاب ومع كذلك بعض الشخصيات العامة. نتكلم اليوم على أن الجزائر يجب أن تأخذ مكانها الطبيعي، مكانها الطبيعي هي دولة متطورة، لأنه لو تلاحظي الجزائر كان في يوم ما هي من كانت تتسيد حوض البحر الأبيض المتوسط، لماذا لا نسترجع هذا البرق، ولكن بطرق سلبية وبطرق إن صح القول استراتيجية وبطرق برؤية استراتيجية حقيقية تنبع من عدة جوانب، الجانب الاقتصادي والجانب الأمني والجانب الثقافي، ولما لا نذهب إلى جانب آخر وهو الجانب الدبلوماسي الذي يلعب دور كبير جدا، لأنه الآن الدبلوماسيين الجزائريين يجب أن يدركوا تمام الإدراك على أن نشاطهم واستمراريتهم في إنشاء شبكة علاقات قوية يمكن للجزائر أن تنشئ مع هذه الدول إن صح القول، تنشئ معهم اتفاقيات اقتصادية، اتفاقيات ثقافية. اليوم لو تلاحظي حتى الاتفاقيات على مستوى التعليم العالي، اتفاقيات مع بعض الدول، هذه تنشئ يعني شبكات علاقات قوية جدا تمكن الجزائر في المستقبل من أن لماذا لا تفتك يعني عضو دائم داخل الأمم المتحدة، ولما لا تصلح ما يمكن إصلاحه داخل الأمم المتحدة، وذلك تقريبا باستشارة الدول الإفريقية واستشارة كذلك دول العالم الإسلامي والعالم العربي. طيب دكتور عطية، لو نقرب الصورة للمشاهد الكريم، نتحدث عن كيفية انتخاب الأعضاء الغير دائمين داخل مجلس الأمن، ما هي شروط الترشح؟ كم عدد الدول التي ترشحت إلى هذا المنصب؟ بطبيعة الحال كما أشرت هناك معيارين، أول شيء توزيع الجغرافي، فهي 10 مقاعد غير دائمة، تمنح 3 لقارة إفريقيا، مقعدين لآسيا، مقعد لأوقيانوسيا، مقعد لأوروبا، مقعدين لأمريكا الجنوبية، ومقعد أيضا للعالم الغربي، وبالتالي المجموع يكون 10 مقاعد. الجزائر تترشح بناء على مقعدين متواجدين في إفريقيا، لأنه الأعضاء المتواجدين الآن هم الغابون وغانا الذين سوف يغادرون في ديسمبر 2023، والموزمبيق التي سوف تبقى إلى سنة 2024. كل سنة يتم انتخاب 5 أعضاء جدد، وبالتالي تكون انتخابات دورية لأن العودة هي سنتين، والجزائر تترشح لعودة 2024-2025، وهذه الآلية تسير على مستوى كل العالم من خلال دائما هذا الترشح الدوري. على سبيل المثال، من أبرز الدول التي كانت متواجدة دائما في مجلس الأمن كعضو غير دائم سويسرا، ألمانيا لسنوات كثيرة، فرنسا مصر كانت لها 6 عهدات تقريبا وهي في إفريقيا، لأنه حتى في سنة 1947 منحت مصر هذه العضوية في بواكير إنشاء هيئة الأمم المتحدة. أيضا الكثير من الدول الآسيوية لها أيضا علاقتها الخاصة بمجلس الأمن. لكن اليوم مجموعة الدول 193 دولة، كل دولة لها 5 مندوبين داخل الجمعية العامة، لكن لكل دولة صوت واحد، وبالتالي أن تساوي الأصوات هو مهم للغاية، عكس ربما مجلس الأمن، لأنه أعضاء الدائمين في مجلس الأمن ليسوا دائمين فقط، وإنما يمتلكون حق النقد، وبالتالي كل دولة بإمكانها أن تستخدم هذا الحق في حال تعارض أي قرار من قرارات مجلس الأمن مع مصالحها أو مع رؤيتها لإدارة أي ملف على مستوى العلاقات الدولية، وهذا ما تنظر له الكثير من الدول على أنه أحد المظالم التاريخية
تاريخيه داخل هيئه الامم المتحده وضروره المطالبه بديمقراطيه مجلس الامن في حد ذاته وتحويل مجلس الامن الى مجلس الامن الانساني بدل مجلس الامن الدولي لاهتمام بالكثير من القضايا التي اصبحت مرهقه في العالم والتي على راسها الجوع والفقر والاوبئه والارهاب والجريمه المنظمه وغيرها من التهديدات الجديده والتهديدات الهجينه التي اصبحت تتصدر اجنده العلاقات الدوليه. اذا الجزائر اليوم هي تتقدم من خلال ادراكها الفاعل والمسؤول لمعادله العلاقات الدوليه في اطار هذه التوازنات الجيوستراتيجيه في اطار دائما المخاض الذي يعيشه العالم لان هناك اعاده هندسه للعلاقات الدوليه. الامر ليس فقط منذ بدايه او اندلاع الحرب في اوكرانيا هذه الحرب الروسيه الاطلسيه منذ 24 فبراير 2022 وانما ايضا ازمه كورونا الصحيه كان لها تداعيات على طبيعه العالم اما من خلال تاخير الصين على الصعود العالمي وعلى تبوءها الاقتصاد العالمي او من خلال دائما احداث الكثير من التوازنات. الجزائر في اطار دبلوماسيتها الاستباقيه اعتقد لو نعود الى مخرجات القمه العربيه المعقده بالجزائر دعت الى تكتل اقتصادي، دعت الى وحده عربيه، دعت على التعاون التقني في المجال الامن الصحي والامن الغذائي والامن الطاقوي، وبالتالي هي رؤيه تحضيريه مهمه لمستقبل العلاقات الدوليه. ومن ثم عندما تكون الجزائر في مجلس الامن اعتقد انها سوف تضع تصورات، واعتقد ايضا ان الجزائر حتى في سنه 1958 في عز التفاوض مع فرنسا وعندما تم ادراج الجزائر كدوله ملاحظه داخل الهيئه المتحده ساهمت في وضع قاعده قانونيه داخل مجلس الامن في حد ذاته، انه عندما يكون هناك اي صراع بين دوله دائمه العضويه او دوله في مجلس الامن مع طرف معين ان هذه الدوله تسحب، وبالتالي ان من خلال هذه القاعده ان فرنسا لم تستطيع استخدام حق النقض لمنع الجزائريين من نيل استقلالهم او لمنعهم من تطبيق مبدا تقرير المصير، وبالتالي اعتقد ان هذا الرصيد الدبلوماسي الجزائر يلمس في اكثر من فضاء وعلى راسها كما اشرت في اطار ميثاق الهيئه المتحده وفي اطار هيكله الامم المتحده، ومن ثم ان الجزائر عندما تكون في مجلس الامن سوف تكون طرف فاعل طرف مسؤول، خاصة أنه اليوم الدول الإفريقية أصبحوا ينظرون للجزائر بعيون مغايرة، ينظرون لها كبلد مسؤول قادر على تحمل مسؤوليته داخل القارة الإفريقية وقادر على بناء الأمن الإفريقي وعلى تصديره لهذه الدول الإفريقية بدل دائما المقاربات التي تستورد الأمن من خارج القارة الإفريقية على أساس دائما أن الفواعل فوق إفريقية كانت للأسف فواعل سلبية، سواء تلك التي ارتبطت بالصراعات ارتبطت بالتغيرات غير الدستورية داخل الدول الإفريقية، وبالتالي رؤية الجزائر هي سليمة هي دقيقة تعمل دائما على إعادة الروح للعمل الجماعي سواء في إطار الكتلة الإفريقية، ودائما الجزائر هي تمتن لهذا الدعم الإفريقي، تمتن بطبيعة الحال للدعم العربي والدعم الإسلامي الذي يؤكد دائما على قيمة ومكانة الجزائر أمام هؤلاء الأشقاء. دكتور برزانة، الجزائر اليوم تحافظ على علاقات متوازنة كما سبق وأن ذكرنا مع مختلف الأعضاء سواء الأعضاء غير دائمين أو الأعضاء الدائمين، وهي من نقاط قوة الجزائر التي ستساعدها بشكل كبير في كسب عضوية مجلس الأمن. أكيد الجزائر تقف على مسافة واحدة من كل الدول في العالم، هناك علاقات اقتصادية مع جميع الدول في العالم، نتكلم على اوروبا، هناك علاقات مع روسيا، هناك علاقات مع الولايات المتحده الامريكيه. انا قلت انه هناك كان هناك انزال دبلوماسي للجزائر وزيارات مكوكيه الى الجزائر من طرف عده دول في العالم، سواء كانت دول كبرى او دول سائره في طريق النمو او دول الان تاخذ مسار اخر، مسار تطور كبير جدا تكنولوجي اقتصادي ثقافي. ربما اليوم اظن انه البوادر لنظام دولي جديد هو الذي مكن لبعض الدول ومكن كذلك، يجب على الجزائر ان تستغل هذا الموقف. يعني عندما نقول استغلال هذا الموقف، استغلال من اجل ماذا؟ من اجل ان تصدح الجزائر بصوتها، من اجل نصره الشعوب المظلومه، من اجل كذلك محاربه الفقر، من اجل محاربه الجريمه المنظمه، من اجل محاربه الفساد، من اجل محاربه كذلك نتكلم على حقوق الانسان. الجزائر دائما ترافع من اجل حقوق الانسان في العالم باسره. نتكلم اليوم انه
اليوم الجزائر يجب أن تضع أو هناك استراتيجية حقيقة ولكن يجب الآن تحيينها. لماذا؟ لأنه هذا يعني المقعد غير دائم هو مسؤولية كبيرة جدا. لماذا؟ لأنه العالم بدأ في التشكل من جديد. لماذا؟ لأنه الدول أدركت، خاصة نتكلم على إفريقيا، أنا أتكلم على إفريقيا لأنه إفريقيا حتى يعني لو تلاحظي حتى في ناحية الخرائط في العالم حتى إفريقيا ظلمت، يعني صحيح. يعني تشكل بشكل صغير جدا، وهي في الأصل أكبر بكثير من ذلك. الآن لو لاحظ فقط الجزائر اليوم يجب أن تدرك، وإفريقيا يجب أن تدرك على أن الجزائر هي بلد الذي يمكن له أن يضع التميز ويضع التغيير على مستوى إفريقيا، على مستوى كذلك العالم الإسلامي، على مستوى العالم العربي. لأنه لو تلاحظي مؤخرا كيف أنه لو تلاحظي الجامعة الدول العربية في جدة، لولا الجزائر لما استدعيت سوريا إلى الاجتماع، لولا الجزائر لتلاحظي أنه حتى قبل اجتماع جامعة الدول العربية كيف استطاع رئيس الجمهورية والدبلوماسية أن يجمع الفصائل الفلسطينية التي لم يستطع ولا دولة تستطيع أن تجمعها بالشكل الذي جمعته الجزائر. دور الحنكة السياسية. الحنكة السياسية والدبلوماسية التي تعتمد على 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 الواقع وعلى أن تبين للآخر على أنه هذه مصلحتك وليست هذه التي ربما تتخبط فيها، وبعض الأزمات التي يعني تحاك هنا وهناك من طرف بعض الكيانات ومن طرف بعض الدول التي لا تريد للجزائر أن تكون القاطرة التي تقود إفريقيا. نتكلم لو ذكرت شيء مهم جدا، هي الكولسة داخل الأمم المتحدة، هناك كيانات لا تترك لا شاردة ولا واردة لكي تضع تلك الأزمات، ولا تريد للجزائر ولا تريد لأي دولة إفريقية أن ترفع رأسها وتقول للغرب كفاكم استغلال لنا. اليوم يجب أن نتفاوض بعقلية ربع وبعقلية براغماتية، لأنه في العلاقات الدولية لا يوجد هناك عاطفة، يوجد هناك ماذا تقدم لي لكي أستطيع أن أقدم لك، كيف يمكننا أن ننشئ تلك العلاقات الدبلوماسية التي تمكننا من إنشاء علاقات يمكن لها أن تبني مجتمع دولي متوازن، مجتمع دولي ربما يخرج من تلك العقلية الفوقية التي ترى بها بعض الدول، ترى بفوقية تلك الدول الإفريقية. بل بالعكس، اليوم الدول الإفريقية والدول العربية والدول الإسلامية يجب أن تدرك أنه في الوحدة يكون قوة هذه الدول، وفي كذلك الاستثمار، لأنه الاقتصاد هو عامل مهم جدا. ولهذا كان رئيس الجمهورية قد أتانا بمصطلح جديد وهو الدبلوماسية الاقتصادية، التي من خلالها يشتغل الدبلوماسيون على جذب الاستثمارات للجزائر، ولما لا كذلك في وقت من الأوقات حتى مؤسساتنا وشركاتنا يجب أن تخرج أن تنفتح إلى الخارج لكي نستطيع أن نكتسب تلك التجارب وتصبح لدينا على الأقل قاعدة اقتصادية قوية نستطيع من خلالها أن نتفاوض. تكلم الأستاذ على شيء مهم جدا وهو الأمن الغذائي الذي هو خلفته أزمة كورونا، ويجب أن نشتغل عليه اليوم كبلد يعني كجزائر وكذلك كدول إفريقية. نتكلم على شيء مهم جدا وهو الشيء الذي سوف يكون بعد 30 أو 35 سنة، وهو الأمن المائي، اللي هي حروب المياه التي اليوم لو تلاحظي اليوم ما بين أفغانستان وما بين تركيا، ما بين أفغانستان وما بين إيران، هناك حرب حول المياه، ويجب كذلك اليوم أن نضع استراتيجية حقيقية، لأنه الجزائر أن تدركون أنها تحتوي على مخزون كبير جدا من المياه الجوفية في الصحراء، ويمتد حتى ليبيا ويمتد حتى تشاد. أظن أنه هناك يجب أن تكون هناك يعني استراتيجية حقيقية واقعية يمكن لنا أن نضع هذه الدبلوماسية تكون فعالة وتكون وتنسج، أنا أقول تنسج شبكات علاقات قوية جدا، لأن الدبلوماسيون قادرون على أن يصنعوا التميز في الأمم المتحدة وفي مجمل التنظيمات العالمية. دكتور عطية، تحدثنا مطولا عن الأهداف التي سطرتها الجزائر من وراء الترشح أو العضوية، كسب العضوية في مجلس الأمن الدولي. أيضا بطريقة معاكسة، مجلس الأمن الدولي سيستفيد أيضا، سنكمل في النقاش دكتور عطية، يشار إلي إلى أنه لابد أن أنتقل إلى غرفة الأخبار ونشرة الأخبار، نشرة الرابعة، تفضلوا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى بلاتو الظهيرة، أجدد الترحيب بضيفي الكريمين البروفيسور إدريس عطية محلل سياسي والبروفيسور مصطفى برزامة محلل سياسي. كما تشاهدون مشاهدينا الكرام أسفل الشاشة
تم انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة الممتدة ما بين 2024-2025، وذلك ب 184 صوتا من مجموع 192 صوتا، فهنيئا للجزائر بهذا المكسب. الدكتور عطية، إذا تم انتخاب الجزائر لهذا المنصب، تحديات كبيرة تنتظر الجزائر خلال الفترة القادمة. أول شيء مبروك على الجزائر، ومبروك على الجزائريين، ومبروك على الدبلوماسية الجزائرية. هذا الاستحقاق الكبير جدا، وهذا النجاح الباهر، لأن الرقم هو رقم كبير جدا ومهم. من أصل 193 صوت تحصل الجزائر 194 صوت، 84 صوت، وبالتالي هو رقم كبير، يعني فارق 9 أصوات فقط التي فقدتها الجزائر من مجموع ما يقارب 200 دولة في العالم. هو رقم كبير يؤكد دائما على الجهود البارزة التي قامت بها الدبلوماسية الجزائرية، وعلى قوة البرنامج الذي طرحته الجزائر في سبيل ترشحها من أجل مقعد غير دائم في مجلس الأمن. وبالتالي ينبغي أن نشيد بأحرف من ذهب بهذا النجاح، وأعتقد أنه فريد من نوعه، أو حالات قليلة جدا كانت داخل أروقة هيئة الأمم المتحدة بمثل هذه المعادلة وبمثل هذا الرقم. لكن بطبيعة الحال اليوم كما أشرت، الجزائر ينتظرها تحديات كبيرة جدا، وهي مباشرة هذا العمل، لأنه أعتقد هذه الأثناء سوف تمنح الكلمة لمندوب الجزائر لعرض برنامج العمل ولعرض تصور الجزائر، رغم أنها قدمت تصورها كمترشح، لكن اليوم بإمكانها أيضا أن تقدم تصورها كدولة فائزة وتحظى بعضوية مجلس الأمن، تحضيرا على الأقل ما أقل من 7 أشهر القادمة لدخولها مهامها الجديدة داخل مجلس الأمن. وهذا ما سوف يسمح لها بمباشرة هذه الأجندة، سواء تلك المتعلقة بتعزيز الجهود الدولية من أجل محاربة الإرهاب، من أجل أيضا المرافعة لصالح تبني مقاربة شاملة لإدماج عنصري المرأة والشباب، من أجل بناء السلم وترقية تصور الشباب وتصور المرأة في العالم. وهذا كما أشرت هو أحد بنود وأحد أهداف التنمية المستدامة 2030 الذي تتبناه الأمم المتحدة، أو فيما يتعلق أيضا بتعزيز دور المنظمات الإقليمية على المستوى الجهوي وعلى المستوى الدولي في سبيل دائما تعزيز تطلعات هيئة الأمم المتحدة، وأيضا تحقيق أهداف ومقاصد هيئة الأمم المتحدة في كل الجوانب. إذن الجزائر هي أمام محك حقيقي يسمح لها كما أشرت دائما بتعزيز تصوراتها، ويسمح لها أيضا بأن تكون عند مستوى تطلعات المجتمع الدولي برمته، ليس فقط الدول الإفريقية، لأن المجتمع الدولي كله أصبح يراهن على الجزائر ويرى في عضوية الجزائر نقطة فارقة وعلامة فارقة في تاريخ مجلس الأمن، من أجل دائما إعطاء بعث جديد لإدارة الكثير من الملفات الدولية المختلفة، خاصة الملفات التي لا تزال عالقة، سواء تلك المتعلقة بتصفية الاستعمار في إفريقيا، كون الصحراء الغربية هي آخر قضية مستعمرة في إفريقيا وتحتاج إلى جهود كبيرة داخل مجلس الأمن وتحتاج إلى قرارات صارمة. أيضا نتحدث عن القضية الفلسطينية، خاصة أنه الكيان الصهيوني أعتقد أنه يندب أثناء هذه اللحظات، لأنه استخدم كل أساليبه من أجل منع الجزائر من أجل الوصول إلى مقعد غير دائم في مجلس الأمن، وبعض الأطراف الأخرى التي أعتقد أنها تسير في فلك الكيان الصهيوني وتترقى الإعاز من الكيان الصهيوني. بطبيعة الحال أن ملفات أخرى على رأسها ما يحدث في السودان هو في حاجة إلى تحرك الجزائر. أعتقد أيضا هي القضية الليبية هي في حاجة إلى جهود مهمة جدا، وقد ربما حتى يسبق التصور الجزائري من أجل خروج ليبيا من هذا المربع وتوجه نحو بناء ليبيا جديدة. أعتقد الكثير من القضايا العالمية، أيضا الحرب في أوكرانيا، والجزائر قادت لها تجربة سابقة عندما قادت مجموعة الاتصال العربية. تحركات الجزائر كما أشرت اليوم تلمس في كامل المدارات الجيوستراتيجية الإقليمية والجهوية والقارية والعالمية، واليوم الجزائر كما أشرت عندما ترتدي هذه الصفة أو قبعة المجلس الأمن سوف
تكون فاعلا ومؤثر، سوف تكون دولة قوية في إطار تحركاتها الدولية ومن خلال دبلوماسيتها الأمنية في كل المحافل الدولية، إلى جانب أيضا أنه كما أشرت ميثاق قيادة الأمم المتحدة أنه يسمح لأي بلد ترشح بناء دائما على المعايير التي ذكرتها سابقا، لكن أيضا أنه لا يجوز لدولة أن تترشح مرتين متتابعتين، وإنما أنه إضفاء طابع الدورية داخل مجلس الأمن هو شيء مهم وهو أيضا سنة من سنن هيئة الأمم المتحدة، وربما هذا ما يسمح للجزائر في المستقبل بأن تحصد مقاعد دائمة لإفريقيا. وأعتقد اليوم تحركنا سواء إعلامي أو الدبلوماسي أو السياسي يؤكد دائما على قيمة ومكانة الجزائر على المستوى الإفريقي، كونها كما تشير كثير من التقارير الدولية أنها قطب من أقطاب القارة الإفريقية، وهي فاعل إقليمي مهم للغاية، إلى جانب أنها دولة قائدة على كامل المستويات سواء في إطار المجموعة العربية أو في الإطار الإفريقي أو حتى في الإطار الإسلامي، بل كما أشرت أن الجزائر تسعى دائما إلى إحياء حركة عدم الانحياز وإعطاء ربما التفاعل جنوب جنوب سواء في إطار الحركة الإفريقية الآسيوية أو أيضا في إطار التفاعل الإفريقي مع أمريكا الجنوبية، كلها تعمل دائما على وحدة دول الجنوب وعلى توحيد صوتها وتوحيد مطالبها، إلى جانب دائما التحرك المنطقي والذكي للدبلوماسية الجزائرية مع كبريات الدول هيئة الأمم المتحدة الصين روسيا وأيضا مع قوى الاتحاد الأوروبي، لأنها قوى موجودة في أو على عارضة البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي ينبغي أن نتفاعل مع هذه الدول بكل السبل، إلى جانب أيضا اليوم طلب الجزائر الانضمام إلى مجموعة البريكس أعتقد هو طموح كبير للغاية، وهي أيضا تخضع لقراءة عقلانية عالية للمستوى على أساس أن هذه الدول كلها تشهد أرقام عالية من التنمية، هي دول صاعدة، هي دول صناعية جديدة، وبالتالي تستطيع الجزائر أن تكون طرفا فاعلا في إطار هذه المجموعة وتلعب أدوار مهمة جدا للغاية في هذا الإطار، وبالتالي الجزائر التي تقدم نفسها كطرف فاعل لهندسة السلم والأمن الإقليميين والدوليين تستطيع في أكثر من مدار أن تكون لها دائما إضافتها النوعية، وبالتالي مبروك أيضا على مجلس الأمن لأن هناك طرف دولي مهم يستطيع أن يقدم الحلول ويقدم الاقتراحات ويشكل إضافة حقيقية للعالم وللقارة الإفريقية داخل مجلس الأمن. دكتور برزامة، إذا الجزائر تحقق مكسب سياسي آخر يضاف إلى سلسلة المكاسب التي حققتها، لكن بنسبة 96% وهي نسبة معتبرة جدا، تفتح لها المجال أمام رهانات كبيرة، أمام تحديات كبيرة خلال فترة عضويتها في هذه في مجلس الأمن. أنا أقول للدول 184 شكرا على هذه الثقة التي منحتموها للجزائر، وهذا من جانب آخر هي مسؤولية كبيرة على الجزائر وعلى الدبلوماسية الجزائرية، كما ذكرنا سابقا الآن على الدبلوماسيين الجزائريين داخل أروقة الأمم المتحدة وداخل التنظيمات الإقليمية يجب أن يتحركوا ويتحركوا بطريقة ممنهجة وبطريقة موضوعية وبطريقة واقعية تنعكس على مدى جاهزية المسؤول أو الدبلوماسي الجزائري لكي يقدم مشروعا ويقدم كذلك اقتراحات ويقدم كذلك رؤية حقيقية من أجل أن الجزائر أن ترافع لنصرة الدول المظلومة ونصرة كذلك تحرر الشعوب. وكذلك نتكلم اليوم على أزمات تعصف بالعالم، اليوم نتكلم يجب أن ترافع الجزائر من أجل محاربة الفقر، محاربة كذلك الجريمة المنظمة، محاربة كذلك تلك الأزمات التي تخلقها بعض الكيانات داخل الجسم الإفريقي أو داخل كذلك الجسم العربي. نتكلم اليوم نتكلم أستاذ عطية عن الأزمة السودانية التي سبقتها بعض الأحداث قبل أن تحدث هذه الأزمة، وهذا إنما يدل على أن هناك من ينسج الخيوط، خيوط المؤامرة داخل الكيان الإفريقي وداخل الكيان العربي والكيان الإسلامي. أظن أن الجزائر اليوم يجب أن تضع استراتيجية، اليوم يجب كذلك أن يتواجد المحللين السياسيون في مجمل القنوات الإعلامية لكي يستطيعوا أن يفهموا العالم على أن الدبلوماسية الجزائرية تتحرك سياسيا، تتحرك أمنيا، وتتحرك كذلك إعلاميا. يجب الآن
أن نسوق في القنوات، سواء كانت قنوات عمومية أو قنوات خاصة أو قنوات حتى خارجية، يجب أن نتواجد في هذه القنوات من أجل أن نرافع لدور الجزائر أو الرهانات التي سوف تكون، أو الجزائر سوف تكون لها باع كبير جدا في حل هذه الأزمات وفي كذلك. تفضلي. نعم عفوا، استسمحك أستاذ، صدر منذ قليل بيان عن رئاسة الجمهورية، أهم ما جاء فيه أن انتخاب الجزائر عضو في مجلس الأمن يعكس الاحترام والتقدير الذي يحظى بهما رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من قبل المجتمع الدولي، وعرفانه لمساهماته في إحلال السلم والأمن الدوليين. السيد إدريس عطية، بالنظر إلى عرفان أو تقدير المجتمع المدني لإسهامات رئيس الجمهورية في إحلال السلم والأمن الدوليين، سيعطي قيمة إضافية لدور الجزائر خلال الفترة القادمة؟ بطبيعة الحال، لأن اليوم الجزائر هي سوف تتحرك في أكثر من مدار جيوستراتيجي داخل الاتحاد الافريقي، هي دولة قائدة، هي ساهمت في مؤسسة السلم والأمن على المستوى الافريقي من خلال إنشاء مجلس السلم والأمن الافريقي، وأعتقد أن بذور تعزيز وتطوير الاتحاد الافريقي كانت داخل الجزائر من خلال القمة الافريقية المعقدة بالجزائر سنة 1999. نفس الشيء بالنسبة للمجموعة العربية، الجزائر طالبت أكثر من مرة بضرورة تطوير هيكل جامعة الدول العربية وتعزيز أدوارها، إلى جانب أنها وضعت الكثير من البصمات وعلى رأسها مفهوم التوافق بدل مفهوم الإجماع، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية في إطار التوافق العربي العربي كان مهم للغاية، وهذا تم استحداثه في قمة الجزائر سنة 2005 أو القمة العربية المعقدة بالجزائر آنذاك. أيضا كما أشرت لها بصمات داخل هيئة الأمم المتحدة، لكن بطبيعة الحال ينبغي أن نقول أن عضويتها في مجلس أمن سوف تسمح لها بتعزيز هذه الديناميكية وبنعم معالجة الكثير من الملفات. شكرا. مشاهدينا الكرام، يرفع الآن على ما سمعنا أذان صلاة العصر، فلنستمع إلى صوت الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة. الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. دكتور عطية، نكمل الفكرة التي كنا نناقشها منذ قليل. كنا نتحدث عن الاحترام والتقدير الذي يحظى به رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون من قبل المجتمع الدولي، والذي ساهم بشكل كبير في إعطاء دفعا قويا لترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي. أعتقد أن السيد عبد المجيد تبون منذ اعتلائه السلطة في ديسمبر 2019 عمل على إعادة الروح للدبلوماسية الجزائرية، وعلى تفعيل الدور الدبلوماسي للجزائر في كل مجالات الجيوستراتيجية. وبالتالي اليوم سيد رئيس الجمهورية هو يحظى بمكانة عالمية ويحظى بتقدير واحترام كما أشار به رئيس الجمهورية، وهو صادق فيما يصف، لأن اليوم الزيارات الدولية واعتماد عدد كبير من الدبلوماسيين، إلى جانب أيضا حالة الإنزال الدبلوماسي الذي تشهده الجزائر، يؤكد على أن هناك الكثير من الدول تريد الاستئناس بالرأي الجزائري والاستفادة من حكمة الجزائر في معالجة الكثير من القضايا. هذا إلى جانب أن الدبلوماسية الرئاسية التي يقوم بها السيد رئيس الجمهورية شخصيا سمحت له بالتواصل مع الكثير من القادة في العالم والكثير من الدبلوماسيين والكثير من صانعي القرار الدولي، وهذا ما يجعل دائما شخص رئيس الجمهورية محط إعجاب واحترام هؤلاء القادة، إلى جانب أنه استطاع ربما في ظرف وجيز أن يشكل قائمة أصدقاء كبيرة على المستوى الدولي من خلال دائما زيارته لعدد معتبر من الدول، ومن خلال أيضا لقاءاته الثنائية أو لقاءات التي جمعته بالعديد من القادة والمسؤولين، ناهيك أيضا على الزيارات التي تفيد هنا إلى الجزائر وتحظى باستقبال سيد رئيس الجمهورية. اليوم أصبح سيد رئيس الجمهورية محط إعجاب كبير من طرف الكثير من الدول، وأعتقد هذا ما ينعكس على الجزائر، لأن بطبيعة الحال الجزائر بتاريخها وبرصيدها المهم، إلى جانب دائما القادة السياسيين قادرين بطبيعة الحال على الدفاع على مكانة الجزائر وعلى إعطاء الجزائر المكانة والدور اللذين تستحقهما، هو الذي يجعل هذه الدول بمجموع 184 دولة تصوت لصالح الجزائر ولصالح عضوية الجزائر في مجلس الأمن، وبالتالي أن هذا يعكس دائما سلامة القيادة وسلامة التوجه الذي تقوم به الجزائر من أجل دائما الوصول بالجزائر إلى المكانة التي تستحقها، لأن دائما هذا الامتداد الطبيعي للدور الجزائري وللشخصية السياسية التي أصبحت تتمتع بها الجزائر إلى جانب الإرادة السياسية العالية المستوى التي تتمتع بها يدفعني دائما بأن تكون مسؤولة وتكون موجودة في هذه المحافل الدولية، وربما تكون الجزائر في سنينها القادمة في أطر دبلوماسية تكون ربما صاحبة مشاريع كبرى ومبادرات عالمية لإدارة العديد من القضايا. وكما أشرت دائما أن تجربتها الإفريقية هي تجربة ناجحة، لأن كل الرهانات وكل التوصيات وكل الاقتراحات التي تقدمها الجزائر في الإطار الإفريقي يتم الموافقة عليها مباشرة، خاصة أن الجزائر ساهمت دائما في وضع تصور إفريقي لمكافحة الإرهاب، وهذا التصور أيضا أصبح له مكانته العالمية من خلال اعتماد لائحة تجريم دفع الفدية سنة 2014 داخل هيئة الأمم المتحدة، وصدر قرار مجلس الأمن في هذا الإطار. أعتقد أن هيئة الأمم المتحدة مؤخرا أشارت وأكدت على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بخصوص مالي، على أنها هي المرجعية لبناء السلم داخل مالي. كثير من الوثائق والاتفاقيات التي تم اعتمادها وتوقيعها في الجزائر أصبحت مرجعية مهمة للغاية، ناهيك عن العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها بالجزائر.
الخير ليست فقط تلك التي مرتبطة بالأشقاء الفلسطينيين من خلال القيام بالمصالحة الفلسطينية، بل أيضا إعلان الجزائر القائم حول لم الشام العربي، ومن المتوقع أيضا أن الجزائر تحتضن قمة إفريقية، وهذا سوف يعزز أيضا دورها داخل الدول الإفريقية ويسمح لها أيضا بوضع بصمات جديدة تعمل على تفعيل الدور الإفريقي وتعمل دائما على تعزيز وتصحيح مكانة إفريقيا على المستوى الدولي. بطبيعة الحال كما أشرنا اليوم الجزائر لها رواق جديد في ممارسة الدبلوماسية الأمنية داخل مجلس الأمن، بطبيعة الحال لأنه مجلس الأمن يصدر قرارات عكس عكس الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تصدر توصياته، وبالتالي القرارات سوف تكون قرارات صارمة وقرارات لا يجوز مخالفتها، وبالتالي سوف تحرك الجزائر الكثير من الملفات لصالح المجموعة الدولية ولصالح دائما حفظ السلم الدولي الأمن الدوليين، ولصالح أيضا تحقيق مقاصد الهيئة المتحدة وكل أهدافها، سواء تلك المرتبطة بالتنمية الدولية أو المرتبطة بحقوق الإنسان أو المرتبطة بتطوير التعاون الدولي في كل المجالات. إذن اليوم الرهان هو رهان دبلوماسي بالأساس، والتحرك دائما يكون في مستوى تطلعات الجزائر، فلا يمكن للجزائر دائما أن تكون دولة بعيدة عن العقلانية أو تتمسك بنوع من الفاشية، لأن هذا ربما سلوك دول أخرى تعودت عليه من خلال سياسة الهروب إلى الأمام، لكن الجزائر بطبيعة الحال دائما صوتها واضح وموقفها واضح، وكما أشرت دائما الجزائر توصف في المحافل الدولية بأنها دولة المبادئ، والدليل على ذلك هو 96% من أعضاء هيئة الأمم المتحدة يصوتون لصالح الجزائر ولصالح أن تكون الجزائر عضو في مجلس الأمن. دكتور برزام، الجزائر الجديدة اليوم بكل مقوماتها بكل توجهاتها وإنجازاتها سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي، ساهمت وأكسبت الدبلوماسية الجزائرية اليوم ثقل كبير ونقاط قوة. أكيد نريد أن أبدأ من المشككين في الجزائر الجديدة الذين كانوا دائما يتكلمون على أنه الجزائر الجديدة هي مجرد كلام. اليوم اتضح جليا لكل من شكك على أن الجزائر هي دولة أفعال، الجزائر الجديدة هي دولة أفعال، والدليل على ذلك التبريكات التي تتلقاها اليوم بعثة الجزائر المتحدة من أجل يعني يباركون الجزائر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن لفترة من 2024 إلى 2025 بإذن الله. أظن أنه الآن المسار أو القطار على السكة الصحيحة، وأظن أنه الآن الدبلوماسيين الجزائريين والسياسيين الجزائريين ونحن كذلك كأساتذة وكمحللين سياسيين وحتى المجتمع المدني اليوم يجب أن يساهم في دفع الجزائر نحو مجمل القضايا التي لها صدى في العالم. اليوم المجتمع المدني كذلك يجب أن يشتغل وأن يشتغل بعقلية الدبلوماسية، وكذلك نتكلم اليوم الأحزاب السياسية يجب أن لا تكون تلك الأحزاب التي تنام في بقية العام وتستيقظ في الانتخابات. اليوم الأحزاب السياسية كذلك لها دور كبير جدا في مساعدة الدبلوماسية الجزائرية ومساعدة كذلك الدولة الجزائرية على التصدي لكل التحديات العالمية. نتكلم اليوم كما أعيد الكلام لكي نستطيع المواطن أن يفهم على أن الجزائر تحارب الفقر، تحارب الجريمة المنظمة، تحارب الإرهاب. الجزائر اليوم تقوم على إن صح القول أرضية يعني أساسها الشباب، وأساسها كذلك الابتكار، أساسها كذلك العلم، أساسها كذلك إن صح القول تلك الجمعيات وتلك المؤسسات، أنا نسميها مؤسسات الدولة الجزائرية، التي تساهم بطريقة أو بأخرى في دفع الدولة الجزائرية نحو المحافل الدولية ونحو التنمية حقيقية لإفريقيا. نتكلم اليوم رئيس الجمهورية كان في بدايته توجه إلى إفريقيا لأنه يدرك تمام الإدراك أن قوة إفريقيا تكمن في تكتلها، وقوة إفريقيا تكمن في إن صح القول تنمية اقتصادية حقيقية تمكن الدول الإفريقية من أن تكون لها الكلمة، تكون لها هي صاحبة الكلمة في خيراتها، صاحبة الكلمة حتى في الأمم المتحدة. اليوم الجزائر مقبلة على مشروع حقيقي لافتكاك
أربعة أو خمس يعني مقاعد غير دائمة، ولما لا تذهب إلى مقعد دائم، تكون الجزائر هي أول دولة إفريقية صاحبة مقعد دائم، لكي تستطيع أن ترافع وتستطيع أن ينسح القول في أروقة الأمم المتحدة، وأنتم أن تدركون أن الأمم المتحدة فيها يعني تكتلات وفيها كذلك كونسة حقيقية. الجزائر اليوم نجحت بشكل كبير جدا في إبطال تلك الكولسة التي كانت تريد إفشال هذا المشروع، ولكن اليوم الحمد لله الجزائر تحصلت على هذا المقعد. الرهانات كبيرة جدا، ويجب أن تكون المسؤولية التي منحها إياها 184 دولة، يجب أن تكون الجزائر في مستوى هذه المسؤولية وترافع وإنسح القول، وحتى تكون هناك وساطة حقيقية ما بين النزاعات، لأنه الشيء الأساسي الذي يعصف بوحدة إفريقيا وبوحدة العالم العربي والعالم الإسلامي تلك الأزمات التي يخلقها بعض إنسح القول بين قوسين بعض العملاء وبعض كذلك الكيانات التي تريد دائما هذه، يعني هي كنبات الطفيلي الذي يعيش على الأزمات ويعيش على عاتق الدول المتطورة. اليوم الخيرات كثيرة جدا، لو نعدد يعني لو تذهب إلى جغرافيا إفريقيا فيها كل شيء، فيها الذهب، فيها الألماس، فيها البترول، فيها الغاز، فيها حتى الغابات، فيها الأراضي الفلاحية الخصبة. يجب الآن أن نضع استراتيجية حقيقية لكي نحارب الفقر، ويجب أن نضع اليوم، لأن هذه الأزمات التي نراها اليوم في دول الساحل ودول إفريقيا وحتى اليوم هي سببها ماذا؟ سببها عدم وجود تنمية حقيقية، لأن المواطن الإفريقي يجب أن يعيش حياة كريمة لكي إنسح القول، لكي يخرج من دائرة التفكير في الإرهاب والتطرف إلى غير ذلك. لأنه اليوم الجزائر هي دولة، إنسح القول هي دولة وسطية مثل الإسلام، هناك إسلام وسطي الذي يستطيع أن يستقبل كل شعوب العالم باختلاف أديانهم وباختلاف مشاربهم واختلاف أفكارهم. الجزائر هذه هي الجزائر التي نريدها، نريدها تلك ذلك البلد الذي يضع فيه كل الدول تضع فيه الثقة. اليوم 184 دولة وضعت الثقة في الجزائر، هذا دلالة أخرى على أنه الجزائر تحظى بإجماع كبير جدا وتحظى بثقة كبيرة جدا. يجب أن تكون هذه الثقة، يجب أن نعززها من خلال ماذا؟ من خلال التواجد في كل التنظيمات الإقليمية والتنظيمات الدولية. شبابنا موجودين، أساتذتنا موجودين، دبلوماسيونا موجودون، يجب أن يتغلغلوا ويجب أن يتواجدوا في كل التنظيمات الإقليمية والدولية من أجل إعلاء كلمة الجزائر، لأن الجزائر هي بلد يعني استقل أو أخذ استقلاله بالدم وبمليون ونصف مليون شهيد، ناهيك عن الشهداء الذين توفوا منذ وطأ الاستعمار الفرنسي هنا الجزائر منذ 1830. يجب أن تكون هذه المسؤولية كبيرة جدا، الدبلوماسية الجزائرية مسؤولية كبيرة جدا، ويجب أن يدركوا تمام الإدراك أنه في الاتحاد قوة وفي التفرقة تكون هناك يعني ضعف وهوان. إفريقيا الآن يجب أن ترفع رأسها بالجزائر وبكل الدول التي تريد حقيقة أن تكون لإفريقيا كلمتها الفاصلة، وكذلك افتكاك إنسح القول مكانتها الحقيقية، مكانتها الطبيعية داخل أروقة الأمم المتحدة وداخل عدة تنظيمات. اليوم حتى لو تلاحظي حتى الدول الأوروبية والدول الغربية حتى الاستراتيجية التي تتعامل بها اليوم يعني تغير، أصبحت لا تتكلم باستراع، بالعكس هي تريد. لو تلاحظي حتى اليوم الدول هذه لها إنزال في دول إفريقية ومن بينها الجزائر، إنزال دبلوماسي كبير جدا لكي تستطيع أن تفتك بعض الاستثمارات، ولكن هيهات اليوم يجب أن تدرك هذه الدول الغربية على أنه هذه الاستثمارات يجب أن تكون بعقلية، كما ذكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ذكر أنه اليوم يجب أن نتعامل بالندية ونتعامل بلغة براغماتية، ويجب أن نتعامل بمنطق رابح رابح. نحن لا نريد أن نربح والآخر يخسر، بالعكس نحن دولة واقعية، دولة نريد أن نستثمر في خيراتنا، ونريد كذلك أن نأتي بالتكنولوجيا إلى بلدنا، ونعطي شبابنا الفرصة لكي يبدع، لكي يصنع تاريخ حقيقي مثل ما صنعه أجدادنا. اليوم التنمية الاستمرارية، واليوم التنمية والتطور والتكنولوجيا والعلم والعمل، هذه كلها قيم يجب أن نزرعها في الشعب الجزائري ونزرعها في إفريقيا، لكي نستطيع أن نتجاوز هذه المطبات ونتجاوز كذلك تلك الخيوط التي تنسج في الخفاء تحت الطاولة من أجل إسقاط إفريقيا في مستنقع آخر مثل ما سقطت فيه سابقا المستنقع الأزمات ومستنقع الانقلابات. اليوم كل واضح، لو تلاحظ
لاحظ اليوم حتى العقلية للرؤساء الإفريقية قد كذلك تغيرت وأصبحت عقلية أنه يجب أن أخدم شعبي لكي يستطيع هذا الشعب أن يضع في الثقة. لأنه شوفي أختي العزيزة أنه المشكل هو مشكل ثقة ما بين الحاكم والمحكوم. الآن لو تلاحظي في الجزائر يجب أن تدرس أستاذ سلمعتي, يجب أن تدرس, لأنه بناء الثقة هو الشيء الأساسي الذي نستطيع من خلاله أن ننجز تنمية حقيقية لبلدنا ولمال لإفريقيا والعالم العربي والعالم الإسلامي. لأنه هذا العالم الذي كان يعني يطبق على صدره من طرف بعض الدول التي تريد دائما استغلال خيرات هذه المنطقة, يجب الآن أن تدرك تمام الإدراك. الشعوب يجب أن تدرك على أنه في, 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 في الاتحاد قوة, وكذلك يجب أن نشتغل كأساتذة وكقوة عاملة وكشباب وكنساء وكتنظيمات لكي نستطيع أن نتجاوز هذه المطبات وننشئ ما يسمى تلك الدول الوطنية التي الآن الدول الوطنية يعني تحارب بشكل كبير جدا. لأن الدول الوطنية هي دول عادلة ودول واقعية ودول تريد الخير والسلام للعالم. دكتور عطية, كما سبق وأن ذكر سيد برزامة, الجزائر اليوم مرت بسلاسة وبكل ثقة رغم الكولسة السياسية, لكن اليوم ألا ترى أن الظروف تغيرت, المعطيات تغيرت, الظرف السياسي تغيرت؟ اليوم كل هذه الدول التي صوتت للجزائر 184 صوتا اليوم هي بحاجة إلى خبرة الجزائر, حتى مجلس الأمن الدولي اليوم بأكمله بحاجة إلى خبرة الجزائر التي لها تجربة كبيرة خاصة في مجال محاربة الإرهاب. أعتقد أن الجميع هو في حاجة لبعضه. صوت أو التصويت ب 184 صوت هو رقم مشرف وهي أغلبية ساحقة بالفعل, وهذا ما يعكس الموثوقية العالية التي تتمتع بها الجزائر كدولة وكقيادة سياسية, ويؤكد دائما أن منظومة العمل الدبلوماسي قد تم تجديدها في إطار دائما مشروع الجزائر الجديدة, وأن الدبلوماسية تقاس بالنتائج والمحصلات, وهذا رهان جديد لا يمكن التغاضي عنه. السيد رئيس الجمهورية يشرف عليه بشكل مباشر على أن العمل الدبلوماسي ينبغي أن يحقق نتيجة, والدبلوماسيين هم مطالبون بنتائج مضاعفة في هذا الإطار في كل المستويات, خاصة أمام توجهاتنا نحو القارة الإفريقية, أمام انفتاح للدبلوماسية الاقتصادية, أمام توجهات البراغماتية التي أيضا ينبغي أن ترافق توجهاتنا خاصة في علاقتنا مع الكثير من الشركاء الدوليين. أيضا الجزائر هي في حاجة لكل أبنائها لكل نخبها, فالجميع هو في خدمة الجزائر سواء كان داخل الوطن أو خارج الوطن, كل من موقعه هو في حاجة أن يخدم الجزائر. وأيضا مفهوم الدبلوماسية هو في إطار توسعة, لأننا أمام الدبلوماسية متعدد السكك, الدبلوماسية متعدد الأطراف, دبلوماسية المسار الثاني, الدبلوماسية الخاصة, كلها أشكال جديدة ينبغي أن الجزائر أن تمارسها, خاصة اليوم الدبلوماسية العامة أو العمومية التي أصبحت تعتمد على رجال الأعمال وعلى المثقفين. لنتحدث هنا على دبلوماسية العلم, دبلوماسية الجامعة, نتحدث على دبلوماسية المجتمع المدني, نتحدث على دبلوماسية الشباب, هذا إلى جانب طبيعة الحال الدبلوماسية التنفيذية أو الدبلوماسية الرسمية ككل التي أيضا هي منفتحة على الدبلوماسية البرلمانية. وبالتالي أن الجميع يتجند في سبيل تحقيق أهداف واحدة وواضحة هي دائما تتعلق بقيمة ومكانة الجزائر, وفي سبيل دائما التمسك بالمبادئ التي تحملها الجزائر في إطار علاقاتها الدولية. كذلك هناك نقطة مهمة, يجب أن نشتغل على ثقافة الدولة, ثقافة رجال الدولة, ولا ننسى كذلك رجال الخفاء. نعم, هذا ما نتمنى. سيد برزامة, سيد مصطفى برزامة محلل سياسي, شكرا جزيلا لك. وسيد ريس عطية محلل سياسي, شكرا جزيلا لك. إذن هنيئا للجزائر بهذا النجاح, بهذا المكسب السياسي. نتمنى ونتطلع إلى مكاسب أخرى وإلى نجاحات أخرى في الفترة القادمة, والجزائر قادرة على تحقيق ذلك. مشاهدينا الكرام, بهذا نصل إلى ختام برنامج الظهيرة, شكرا جزيلا لكم, في أمان الله.